هو احنا عندنا هنا هو حراميه في الشركه ولا ايه؟ انت ايه؟ اصل واقف معاه اسمك هانم بره. اسمك عاوزه منه ايه دي؟ اتضاعي والي. و طبعا مفيش داعي سامي هانم تعرف اني عايزاك. ده عشان مصلحتك انت. مفهوم؟ مفهوم يا فندم، متشكر قوي. باي. باي باي، مع السلامه. يلا يا فندم. نعم. سامي هانم عاوزاك. حاضر، جاي على طول. مساء الخير يا فندم. كانت عايزه منك ايه؟ هي مين يا فندم؟ عزمة، كانت عايزه ايه؟ كانت بتطمن ان انا هوصل حضرتك، عشان يعني حضرتك كنت تعبانه، فلو كنت هتسوقي لوحدك كانت هتقعد تستنى معاكي. طيب انت ليه ما قدرتش تاخد مفتاح الخزنه من المركز؟ يا فندم انا جربت الخزنه قدام حضرتك الصبح، يستحسن برضه حضرتك تجرديها قبل ما استلم انا. طب بعدين لما افضى بقى، وانت تقدر تروح على شغلك دلوقتي. هو انا مش هوصل حضرتك؟ لا، وبعدين انا ما بقاش لازم يسوق بعد كده. في ايه يا فندم؟ هو انا صدر مني حاجه وحشه؟ الحمد لله تحت امرك. يا فندم الزياره دي مخصوص عشان حضرتك مش عشان استاذ عماد. انا قررت بنتي مش هترجع الشغل تاني. من حقها ومن حقك طبعا. لم تصور سامي ممكن تكون اتصرفت معاها ازاي وقالت لها ايه من قبل ما تيجي مدام سامي، وهي مقرره ما ترجعش تاني. برضه من حقها، واحده زي الأنسة وفاء بأخلاقها ورقة طباعها مستحيل طبعا توافق إن أي كلمة تتقال تخدش سمعتها. وأنا جاي مخصوص النهاردة عشان الموضوع ده. ولما أنت عارف كده مش كان المفروض برضو تراعي إن الزيارة دي في حد ذاتها ممكن تكتر كلام الناس؟ وعلى فكرة عايز أقول لحضرتك حاجة، وفاء عندها عمام وخلان كتير قوي، مش مقطوعة من شجرة. مدام نهت، أنا هبقى سعيد جدا لو قبلت إن أتجوز وفاء. تتجوزها؟ طب ومراتك؟ طلقتها. طلقتها؟ بعد اللي عملته مع وفاء ومعايا ما كانش قدامي غير ان اطلقها. بالبساطة دي؟ طب ولما الطلاق عندك بالبساطة دي جاييني انا عشان اجوزك بنتي؟ تطلق واحدة عشان غلطة، مش بعيد تطلق التانية كمان من غير حتى ولا غلطة. لا يا استاذ عماد، لا، بنات الناس مش لعبه. انا مش بقول كده عشان بنتي انا، لا، انا بقول كده عشان مدام ثانيه كمان. حضرتك غلطت قوي، وعشان تصلح غلطتك لازم تروح حالا وتعتذر لمراتك. هي غلطت، انما غلطتك انت كانت اكبر. لا، هي ما غلطتش، هي كانت بتدافع عن جوزها. يا ست نهدي افهميني، ارجوك افهميني، بنتك ما هياش السبب الرئيسي في الطلاق. من عمري في يوم من الايام ما حسيت بالتفاهم بيني وبين سامية. طول الوقت منكد عليا حياتي واستحملت، رغم انها ما بتخلفش. استحملت واستحملت واستحملت، لكن خلاص بقى دي الوقت اللي لازم اعيش فيه حياتي زي ما بقيت الناس ما عايشه. والوقت ده ما جاش الا النهارده عشان مراتك اهانت بنتي؟ طب الاهانه تترد؟ انما قول لي يا استاذ عماد، خراب البيوت يترد ازاي؟ يا مدام نهد، انا فعلا بحب وفاء. مش كفايه انك تحب واحده عشان تطلق التانيه؟ وفاء كمان بتحبني. تبقى غلطانه، وانا هعرف ازاي احاسبها. ممكن كانت تبقى غلطانه،
لولا انها عارفه ظروفي مع ساميه ومتاكده ان انا بحبها وسبق قبل كده وطلبتها للجواز. وقالت لك ايه؟ افكر، لكن دلوقتي بقول موافقه. ادخلي اوضتك يا وفاء والزمي التربيه اللي انا ربيتها لك. انا ما عنديش بنات تتكلموا بالجرأة دي، وموضوع الجواز انا بس اللي اتكلم فيه. من فضلك ادخلي اوضتك يا وفاء. مدام ناهد ارجوكي تفهميني وتقدري ظروفي. استاذ عماد انا ما عنديش بنات للجواز، وان كان عندك كلمه حنينه ولا كلمه حلوه، البيت ده مش مكانها، مكانها هناك في بيتك مع مراتك. من فضلك يا استاذ عماد روح لها، روح شوف المسكينه حالها ايه دلوقتي. على اذنك. معقول عماد يطلقني انا عشان بنت زي دي؟ لا، مش عشان بنت زي دي، عشان معاملتك معاه. وانا ياما نبهتك. انا ما غلطتش، ده حقي، حق اي زوجه انها تغير على جوزها. تغير لكن انت بعتي واحد من موظفينك عشان يراقبه، وخليتي اللي اسمها عصمه دي كمان تشترك في المراقبه. وما اكتفيتيش بكده، الا جاتلك الجرأة انك تروحي لحد وفاء في بيتها عشان تهينيه. ما فكرتيش مره واحده؟ ما فكرتيش ان الزياره دي تهينك انت الاول وتهين جوزك؟ قولي طلقني علشان يسترد كرامته. انا عايز افهم، انا اللي بنتك ولا هو؟ انت واقفه في صفه ليه؟ ده انا بنتك. انت بنتي عشان كده لازم اواجهك بالحقيقه، لازم تعترفي انك غلطانه، لازم تروحي لجوزك وتعتذري له قبل الوقت ما يفوت. انا مش ممكن اروح اعتذر له. لا لا، ليه؟ الانسان الكريم هو لما يغلط يعتذر. لو ما كانش في واحده في حياته كان ممكن، انما دلوقتي مستحيل. خليكي على عنادك كده، ولو استمرتي عليه ما تزعليش بقى لما تعرفي انه اتجوزها. انا ما اقدرش اذل نفسي قدامه علشان يرجع لي ويسيب واحده زي دي. روحي له يا بنتي، لازم تروحي له. انا هروح معاكي عشان بيتك ما يتخربش. الراجل لما بيبقى في حاله ضعف زي اللي مات فيها دلوقتي، ممكن اي واحده تاثر عليه، مش ضروري وفاء. ممكن واحده تانية تكون استغلتك انت نفسك عشان توصل له. تقصدي مين؟ اعز اصحابك عصمت. مستحيل. مستحيل ليه؟ مش هي السبب في كل اللي حصل؟ مش هي السبب؟ فكري شويه كده، ايه مصلحه ارمله زي دي انها تفرق بينك وبين جوزك؟ لا يا ماما، مستحيل مستحيل. انت كده تخلي الدنيا تسود في عيني. طب افتكري يا بنتي، افتكري كده، عماد نفسه حذرك منها وقالك انها بتغير منك. لا مش ممكن، ما اقدرش اتخيل ان حاجه زي دي تحصل. روحي يا بنتي، روحي بيتك، ارجوكي روحي قبل جوزك ما يرجع. لازم يرجع يلاقيكي في بيتك، اللي اتكسر ممكن يتصلح دلوقتي، لكن لو الوقت فات هيبقى صعب، صعب قوي. لا انا مش ممكن اروح له برجلي، لازم هو اللي يجي ليا. ايوه، ويعتذر لي بدل المره الف مره. عماد بيه، سبق سعادتك وعدتني ان انا لو تعبت في الشغل عند مدام ساميه سعادتك هتشغلني معاك. بعدين بعدين، انا مش فاضيلك. بعدين بعدين، انا كنت عارف ان كل حاجه تخلى عني، لكن لا. عزيزه، لا
نعم يا ست هانا. شوفي مين على الباب. حاضر. عصمت هاني موجوده؟ اقول لها مين حضرتك؟ هلال. هلال عبد المنعم. اتفضل يا هلال افندي. اتفضل. ظهر يا فندم ان انا جيت في وقت مش مناسب، معلش انا ممكن اجي وقت تاني. لا اتفضل يا هلال افندي اقعد. متشكر يا فندم. عزيزه اعملي فنجان قهوه لهلال افندي. يا فندم مفيش داعي، مفيش داعي. قول لي هي الست ساميه كانت فين النهارده الصبح؟ انا قعدت اكتر من ساعه مستنياها. الله، ده انا كنت فاهم ان حضرتك عاوزاني عشان شغل. طبعا. الحقيقة أنا عندي عربية تاكسي، والسواقين اليومين دول ما بقوش أمنة على العربية، فأنا قلت أكيد أنت ممكن تساعدني في الموضوع ده. أنا يا فندم؟ أنا برضو كنت بفكر في كده، لكن برضو سامية صديقتي ومش معقول أخدت منها وهي اللي تسوق، وأنت عارف نفسيتها اليومين دول وحشة. يا فندم ده هي اللي طردتني، مش عاوزة سواق. ليه؟ زعلت منك ليه؟ مش مني يا استهاني، انما يظهر انها اتخانقت مع عماد بيه، ومن شكلها كده انا اعتقد ان الموضوع وصل لطلاق. لا 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 لا، مش معقول الموضوع يوصل للدرجه دي. يا فندم حضرتك سالتيني راحت فين النهارده الصبح، خلاص انا هجاوبك. بس دي اسرارها هي. على كل الناس ممكن، لكن على اعز صديقاتها ما اعتقدش. حضرتك لازم تكوني عارفه كل حاجه عنها. هي طلبت مني ان اوصلها الصبح البيت الانسه وفاء. وفاء؟ وفاء مين؟ يا فندم حضرتك طبعا عارفاها 100%، البنت المحاسبه اللي بتشتغل في مكتب عماد بيه، اللي بينها وبين عماد بيه قصه حب، وانا شخصيا اعتقد بعد خناقه عماد بيه مع ساميه هانم قصة الحب دي هتم وتكبر وتبقى قصة جواز. يا بنت الجواز ما يبقاش كده أبدا. الجواز اسمه جواز برضو يا ماما، مش أحسن برضو من الكلام اللي هي دلوقتي عمالة تقوله عليا هي وقرايبها؟ ومين عارف مش يمكن الجيران هنا سمعوا كل الكلام اللي قالته هي عندنا. يا بنتي يا حبيبتي الجواز عيشه واستقرار، مش لحظه توريط زي اللي انت وهو عايشينها دلوقتي. يا ماما من زمان هو بيقول ان حياته معاها مستحيله، كان غلط يا ماما انك تطرديه بالشكل ده. لو بيحبك هيصبر وهيجي ويطلبك تاني، ولما يجي ويطلبك يا حبيبتي بعد كل حاجه ما تهدى وكل حي يروح لحاله ساعتها بس هوافق، انما قبل كده لا يمكن ابدا. ازاي حبيبتي هوافق على جوازك منه؟ حبيبه قلبي انت لسه صغيره ما عندكيش خبره، الدنيا اتغيرت والناس اتغيرت يا وفاء، الواحد لو لقى الفرصه هينعش لحم اخوه. خمسين جنيه ليه؟ طيب الشاي وقهوة
المواصلات وال ما كانت تبقى عدت المهية عدت حاجة تفلق. لما جيت اتغدى حتى اللقمه ما بقالهاش طعم ولا معنى طول ما البال تعبان يا ام هلال. لو بني ادم رضي بحاله ما انشغل باله. يا ام هلال يا ام هلال انت عايشه جوه البيت، الجدران حاميينك، عشان كده حاسه بالاطمئنان وراحه البال. لما الدور الباقي بقى اللي بيكافح بره البيت عشان يخطف اللقمه من بق السبع ده بقى بيبقى له تفكير تاني وكلام تاني وفعل تاني. يما الدنيا بقى ازاي الغابه اللي يرضى فيها بحاله النمور تاكله تنهاش ياما تخلص عليه، ما بتبقيش منه حاجة حتى العظمتين اللي بيبقوا ساترين قلبه. قلبي مش مطمن عليك يا هلال. ومين يا ام هلال في الدنيا قلبه مطمن على نفسه؟ مين يا ام هلال؟ عماد لسه ما جاش عندكم؟ لا يا شريفي، هو ما جاش على هنا. عموما ما تشغلش بالك انت، الظاهر انه اعتبر الموضوع منتهي، لانها لو كانت غلطه لسان كان اكيد جه على هنا وحاول يصلح غلطته. عموما ربنا يهنيه بجوازته الجديده. لا طبعا، وحضرتك ذنبك ايه؟ انت طول عمرك هتفضل زي والدها بالظبط. مع السلامة. تصوري هو ما تنكرش ليكي لوحدك، اتنكر لوالده كمان.
ما كلفش نفسه يكلمه مكالمة تليفون واحدة عشان يطمنوا عليه؟ أو يحكي له على العملة السودة اللي عملها معاكي؟ جالك كلامي؟ اقتنعتي أخيرا أني كنت صح؟ برضو لأ، برضو لأ يا سامية، لأن أنت اللي حطيتي نفسك في موقف تباني فيه قدام الناس كلها أنك غلطانة، وأن أنت اللي اتنمرتي على عيشتك معاه. يعني بعد كل اللي أنا سمعته ده كنت عايزاني يسكت؟ الراجل يا بنتي مش ممكن يبص برا إلا إذا كان في حاجة تعباه مع مراته. لو أنت رجعت سلوكك، لو عملتيه كويس كان رماحة ورجعلك. العشرة غالية قوي وصعب على أي إنسان أنه يتخلى عنها، حتى ولو كانت المشكلة أني ما بخلفش. دي كذبة كبيرة أنت صدقتيها وعشتي فيها عشان ما تواجهيش نفسك. اللي حصل، اللي حصل أنا عشت معاه سنين طويلة ما خلفتش. افتكري كلام الدكتور، أنت ما عندكش أي عيب. كلام الدكاترة ما ينفيش الأمر الواقع. لا ينفيه. هي شرحت لك وعماد اشتكالي، حياتك المتوترة معاها على طول الخط هي اللي حرمتك من الخلفة. يعني مجرد حالة نفسية. الدكاترة لما بيغلبوا بيقولوا حالة نفسية. انت مش أول ولا آخر واحدة، وبعدين الخلفة دي بإيد رب كريم. يا مناس عاشت سنين طويلة من غير خلف، وبعدين ربنا فرجها عليهم وخلفوا بدل العيل خمسة. الو، اهلي يا مدام عصمت. لا الحقيقة هي مش موجودة. أنا أصلي كنت عندها النهاردة الصبح في المكتب، كانت حالتها النفسية سيئة جدا، طبعا بسبب المشاكل اللي بينها وبين عماد. هي زيها دلوقتي. الواقع أنا مش عارف فين اللي جرى لهم. هي قاعدة في بيت والدتها وهو ما جاش لحد دلوقتي. إيه؟ يا ريت يا بنتي تزوريها. أه أهو أنت يعني تحاولي تصلحيها من ناحية، وأنا هحاول أصلحه من ناحية تانية. يمكن نقدر نخلي المية تعود لمجاريها. طبعا طبعا يا عمي، أنا ما كنتش فاهمة أبدا إن المشكلة بينهم ممكن تزيد للدرجة دي. أهي كلمة، وأصعب كلمة ممكن ينطقها الراجل هي كلمة الطلاق يا بنتي. وعماد نطقها في حالة غضب. عشان كده عايزك أنت من ناحية وأنا من ناحية نحاول نرجعهم لبعض. لازم يا عمي، دي سامية برضو صديقتي الوحيدة، وعارفة هي قد ايه ما تقدرش تستغنى عن عماد. متشكر يا بنتي، مع السلامة. كنت فين يا ابني؟ وايه اللي حصل بينك وبين سامية ده؟ واضح انها كانت معاك على التليفون وحكيت لك كل حاجة. لا دي كانت عصمت. الغريبة مش هاين عليها اللي حصل، لكن انت هان عليك انك تطلق مراتك بعد 10 سنين. عصمت اللي خايفة عليها دي هي السبب في كل المصايب. بلاش ترمي اخطائك على غيرك. انا ما غلطتش يا بابا، هي اللي مشيت ورا كلام عصمت وغلطت فيا بدل المرة 10. ياما حذرتها من عصمت دي. عصمت بقى بابا يهمها الطلاق عشان تتقرب مني اكتر. يلا كل حال كلام خلاص فات اوانه. انا اسف بابا. بلاش تهرب من نفسك ومني يا عماد. يلا بينا نروح لها عشان نصلح البنت الغلبانه اللي عماله تعيط هناك طول الوقت. لو هي عندها الاحساس اللي يخليها تعيط كانت تحاسب نفسها قبل ما تبعت ورايا ناس في الشارع عشان يراقبوني. الله، واحده متجوزه من حقها تغير على جوزها. بابا الموضوع انتهى، سامية خلاص اتطلقت. مش مشكلة، ادي انت سامح في الطلقة الأولى والتانية كمان. اللي هي غيرانة منها أنا فعلا رحت وخطبتها. قول كده بقى.
وما ترميش اخطائك على البنت المسكينه اللي حبتك بكل امانه وشرف. بكل الشرف برضه نغصت عليا حياتي بغيرتها المستمره وتحكماتها السخيفه. اسمع يا عماد. امرك يا بابا. حكم عقلك وارجع لمراتك، ولعلمك انا مش هسمح لاي انسانه تدخل البيت ده مكان ساميه. الدنيا مليانه احقاد واطماع، واللي تعرفها اكرم 100 مره من الغرب. عشان خاطري يا ابني فكر كويس. بقينا نص الليل مش هتنام؟ انام ومين هيجيلي النوم بعد ما بقيت لعبه في ايد اللي يسوى واللي ما يسواش؟ كل ده عشان خاطر السواقه يا اخويا؟ بلاش منها ونرتب اللي ربنا قسمهولنا. اهي وظيفتك لسه معاك، لو كل واحد يرضى بنصيبه بس. ليلى يا ريت توفري نصايحك الغاليه تخليها لنفسك. انا مسؤول عن شغلي وعارف اتصرف في كل حاجه ازاي. انا قلبي عليك يا هلال، انت حالك كده ما يسرش لعدو ولا حبيب. داخل زعلان، قاعد زعلان، نايم زعلان، واخرتها. طب لما يجي لك بقى ضغط دم والطب في وسطينا نعمل ايه؟ ياما ياما بشرتي ضغط دم. صباح الخير قبل ما اطب قدامك. هنستنى كتير يا هلال افندي؟ ما قلنا مفتاح الخزنه مع الست ساميه، والست ساميه لسه ما جاتش. ورانا اشغال يا هلال افندي. يوه والله يا اخي هلال افندي ده غلط معاكم. انا عمري ما شفت صراف ما معاش مفتاح الخزنه. اهانه يا اخويا. شفتني؟ اهانه. صور بقى. ما تصورني. صور يا اخويا. صورت؟ صورت ولا لسه؟ نروح اشوف الست ساميه جت ولا لا. السنة جت عدو لسه. انت عملت مفتاح الخزنة ولا لا؟ لا يا هلال افندي، ما انت عارف ان انا عملته واديته للست ميرفت. ايوه والله المشاكل اللي في دماغ الواحد مخليه مخه زي الكفته. الناس واقفه عندي في الاوضه زعلانه وعاوزه تقبض مرتباتها. يا ستي انا متاخر كتير. انا امبارح مش اديتك مفتاح الخزنه وانت اللي رفضت وقلت لي تجردها الاول؟ ما هو لازم تجردها استمر في الاصول. اصول؟ ايوه بس ما كانش صح. احنا ما عندناش حراميه في الشركه، والمفتاح ما خرجش بره ايدي انا وعم عبد الله والهانم. يعني كنت تقصد تشك في مين فينا؟ لا سمح الله ما اقصدش حد فيكم انتوا الثلاثه. انا اسف استمر، انما يعني الله. طب ما الراجل بتاع المفاتيح كان موجود راخر. لا 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 بقى، والحق ما زعلش. بعدين الساعة بقت 11 دلوقتي والناس واقفة فوق راسي في الأوضة وزعلانين وعمالين ياكلوا وش. طب أنا هتصرف إزاي؟ إيه 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 مالكم؟ في إيه يا عم هلال؟ بيسأل مفتاح الخزنة عشان يقبض الناس. ليه؟ ومفتاحك فين؟ ما هو عند حضرتك يا فندم من إمبارح، وقلنا إن حضرتك لازم تجردي الخزنة. طب خلاص روح أنت، روح أنت وأنا هستقف. يلا. حاضر يا فندم. تعالي يا ولد. خذي يا مرفت افتحي له الخزنه وخلصيني المشاكل الجدع النمكي ده. يا فندم هو عايزه تنجرد قدام حضرتك. مرفت روحي له وخلصيني منه، ده راجل وارث الوسوسه عن المرحوم ابوه. وبعدين الفلوس هتروح فين؟ هتطير يعني؟ اتفضلي. ناقصاه هو كمان. الست ما جتش ليه؟
الهانم بتقول لك مش فاضيه لك، عندك مانع افتح انا الخزنه؟ اذا كانت هي قالت لك اتفضل. دي فاضيه. بتقول ايه؟ فاضيه؟ دي فاضيه، دي فاضيه، الخزنه كان فيها 13,000 جنيه وشويه فكه. يا وفين؟ يا خبر انتوا دول لقيتوا الفاضيه صحيح؟ مبسوطين؟ انا بقول لك مبسوط الخزنه اتسرق. بص يا سعادتو، بص يا خراب بيتك يا هلال، يا ضيع مستقبلك انت وعيالك يا هلال. سبتها لي ايه؟ عايز ايه؟ وازاي تدخل عليا بالطريقه دي؟ الخزنه اتسرق. ابو يا اخوان اسمعنا، انت اللي متنرفز يا فندم، عشان ده تحقيق يا اخويا، مش هيوزعوا فراخ، مفيش داعي للمه يا جماعه. ضابط المدرسه نفسه مش عايز حد يقف لنا، وقال لكم انتوا بس اللي تقفوا. قال لنا احنا عشان لازم يحقق معانا احنا بس. خلي بالكوا بقى، كل واحد فيكم حي على الدور، كل واحد فيكم مش بعيد عن الشبهه ابدا، وشكلك مش مريحني على فكره، يعني لازم تفهموا ان كلكم هيتحقق معانا. صبحت عليها يا عبدو، ما هبالت يا اخي، قلت لك غيرت. حضرتك قلت في المحضر ان ما عندكيش اي اتهام ضد اي موظف في الشركه، كلامك ده بناء على ايه؟ لان كلهم بيشتغلوا معايا من سنين طويله، وما حصلش اي حاجه تثير الشبهه ضد اي حد فيهم. طيب في الفترة الأخيرة ما لاحظتيش أي موظف من الموظفين حاول يقدم على سلفة أو محتاج فلوس أو عنده أي ضائقة مالية؟ لا ما حدش. إلا مين؟ هلال أفندي كان بيدور على شغل بعد الظهر. آه، بس هو فعلا طلع رخصة سواقة وبيشتغل سواقة عندي، وأنا رأيي الشخصي إن اللي يدور على عمل إضافي يبقى إنسان شريف وما فيش في نيته السرقة. طيب الراجل بتاع المفاتيح اللي عمل مفتاح الخزنه، ما سبقش له انه عمل مفتاح قبل كده لباب المكتب؟ من مده طويله طلبت من عم عبده يعمل نسخه من المفتاح بتاع الشركه علشان الموظفين اللي بيجوا بدري. ايوه بس غلط ده، ما ده المفروض واحد بس هو المسؤول عن قفل وفتح الشركه. يا رياض. ايوه يا فندم. هات للراجل بتاع المفاتيح اللي قدام الشركه. حاضر يا فندم. تقدري حضرتك تتفضلي، ويا ريت لو تكرمتي تبعتي لي هلال. متشكره. عاوزينك جوه. انا يا فندم؟ ايوه حاضر. يا فندم مدام اسماء جد دلوقتي وموجوده في مكتب حضرتك. يوه، هو انا ناقصاتي كمان؟ كمل يا هلال. انا يا فندم
صحيح بمر بضائقة مالية بس مش لدرجة اني اسرق. انا الحمد لله الحمد لله عندي مرتبي، والاهم من ده كله يا فندم انا بنزرق من عائلة رأس مالها القناعة والشرف والامانة. ومال بتدور على شغل ليه بعد الظهر؟ ومانا سعت بيه شغلانه شريفه ازود بيها دخلي، ده حتى ساميه هانم ذات نفسها شغلتني السواق الخصوصي بتاعها. واستغنت عنك ليه بقى بعد كده؟ والله يا فندم اصل المساله دي انما صار حضطر اقول لسعادتك يا فندم، ولو ان ده بيعتبر سر من اسرارها يعني. سر ايه يا هلال؟ انا هنا عشان اعرف اي حاجه وكل حاجه. استغنت عنك ليه المدام؟ اصلا يا فندم كانت مكلفاني اراقب جوزها. تراقبه؟ ايوه، اصل هي بتغير عليه شويتين، لكن عرفت انه على علاقه بواحده زميله معاه في الشغل. خلينا في موضوعنا يا هلال. ما هو ده موضوعنا يا سعاده البيه. امبارح وانا براقب جوزها فجاه راح باصص عليا، كان هيشوفني. انا رحت مطلع مفاتيح العربيه بسرعه قبل ما يشوفني، وعشان انط في العربيه واجري بيها. الله اعلم مفتاح الخزنه في اللحظه دي وقع مني. حتى ممكن سعادتك تساله، انا طالبه شاهد يا فندم ومصر عليه. شاهد؟ شاهد على ايه يا هلال؟ شاهد يا فندم على اللي قلته لحضرتك دلوقتي. حتى انا لما تهيالي انه شافني امبارح قلت اه ما بدهاش بقى اهلال. رحت لحد عنده واعترفت له بكل حاجه، عيني دمعت وقال لي ولا يهمك يا هلال، ووعدني انه يشغلني عنده. بس الظاهر يا فندم المساله سخنت بينهم بعد كده ووصلت للطلاق. فحتى سامي هاني اتهيأ لها ان انا السبب في ده كله. يعني بتتهمها انها دبرت لك التهمه دي؟ لا لا يا فندم، لا لا سعادتك فهمتني غلط، انا اسف. لا ده هي مهما كانت زعلانه مني هي عارفه ومتاكده ان انا انسان شريف وعفيف. ده انا حتى والدي الله يرحمه كان بيشتغل عند والدها الله يرحمه قبل ما هي تمسك الشركه. وامتى تم الطلاق بينها وبين جوزها؟ امبارح. امبارح يا فندم، بس ده مش اكيد، انا بس بخمن يعني. ما هي ملهاش معنى تاني الا كده، والا ليه انت ما بتيش في بيتك امبارح؟ على كل حال انا الطلاق عندي اهون بكتير من اني اعيش مع واحد وانا عارفه انه بيحب واحده تانية. لا يا ثانيه، لا، لو كل واحده فرطت في جوزها بالشكل ده ما كانتش الحياه نفسها تستمر. وبعدين هو حتى يعوض ضفرك. انا هروح اتكلم معاه. اوه يا عصمت، انا واثقه انه بيعزك وما يقدرش يستغنى عنك، بس سيبي عليا انا الموضوع ده. بس انا بقى سعدت بيه فوضت امري الى الله، فوضت امري الى الله، واكيد سعادتك هتعرف مين هو الفاعل. تفضل يا هلال. امرك يا فندم. ابعت لحضراتكم شاي او قهوه و متشكرين يا هلال. اتفضل. ايه رايك؟ كل كلامه بيثبت انه بريء، وبرضه ممكن صاحبه الشركه تكون مدبره له التهمه دي، لكن مش فاهم ليه قلبي بيقول لي انه بيمثل علينا ببراعه شديده. يبقى خلاص نشوف الراجل بتاع المفاتيح. هاتوا يا رياض. حاضر يا فندم. تعالى يا سعدون. مين ده؟ ده فندم بتاع المفاتيح اللي عمل مفتاح الخزنه، وسبق قبل كده عمل مفتاح على باب الشركه. اه يا استاذ. ايوه يا هلال يا فندم. ممكن تسمحي لي اعدي على حضرتك النهارده؟ ممكن الساعة 8. متشكر يا فندم. باي. مع عايزه اتقابل حضرتك. مين عصمت دي؟ بتقول انها زياره شخصيه وقالت لي اقول لحضرتك مدام عصمت. اه خليها تفضل.
اهلا وسهلا يا اسمه هانم. حقيقي امركم عجيب. مين دول يا فندم؟ الرجال. اشمعنى يعني؟ النعمه تبقى قصادكم في ايدكم ومش شايفينها.